مدة صلاحية هاي الوجبة 200 سنة. تعالوا لخبركم كيف. هون في اشياء حنجربها مع بعض، نعطيها تقييم على 10، عمرها 200 سنة، بيستعملوها الميليتري او الجيش حوالين العالم لحتى ياكلوا منها وجبة واحدة في حال كانوا في اي مكان ما فيه اكل او شرب. انا كتير متحمسة لاشوف شو في جوا. الحفظ كتير قوية، الماتيريال كتير قوية كمان. اوكي، كأنه في سوب جوا. خلنا نشوف الشيء الثاني. اوكي، يمكن في قطعة لحم هون وزنها 62 جرام، مش عارفة حاسسته يمكن كريسبي او تشيبس، ما بعرف. في شيء احمر جوا. وفي نسكافيه، منيح معنا شوية مي. في شيء كمان هون، شوكولات ويز فيتامين، فيها بروتين 15 جرام. في شيء هون، شو هيدا؟ ملبس فيتامين سي. هذا منديل، حط مي بيكبر. اوكي، او تيك تاك، هيدا الشيء مش مكتوب شو هو، ليمون لايم. اوكي 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 اوكي، في لحمة جوا شيء، هي فيجيتيريان كيت، هي وجبة نباتية لحدا نباتي. في خضار انا يمكن فعصتهم هلا، ان شاء الله يكونوا طيبين. هيدا سيه. اوكي، ليمون لايم سبورتس درينك، كثير في سبورتس درينك. طين، حبيت. طلع شوكة ومنديل، بقى في جام، بلاك بيري جام، باج تحط فيه الجوز، حبيت. هيدي سرفايفل كيت، بينات سبريد، فيري نايس. في ماتشز، خليني اجرب البلاك بيري جام، خبزه وهيدا جام. بدي افتح الخبزه فرست. في نيوتريشن فاكتس، في كل شيء. هيدا البريد، هيدا اللي معهم شو؟ هيدا للحفظ، هي بحطوها عشان الخبز يضلوا 200 سنه. ريحته مثل المحارم، ملمسه زي التورتيا، بس هيدا تورتيا بريد عمره 200 سنه. هيدا جام، جام كتير زاكي. المشكلة الوحيدة بالموضوع انه عمره 200 سنة. طيبة، واو قديش طيب. جام مع الخبز بياخدوا 10 على 10. خلنا نشوف شي تاني. صراحة هيدا الشي كتير لفتني نظري، كأنه سوق. لازم نحطه بمي سخنة مغلية، او المعلقة او الشوكة. الفرق بين هاي الخضرة وخضرة تانية انه هاي عمره 200 سنة. عم حس بطعمة الفلفل الحلو، يمكن يقطين او جزر، بطاطا، مش طعمة بارد بتاكل. منا الطيبة، واو اتس نوت باد ذو، بتشبع كمان. باكلها هاي كوجبة، انا حبيته كثير والله. هيدي الميل بتاخد 8.5 10، كل قطعة هون لحالها وجبة. اخذ كمان لقمة صراحة، اميزنج. نعمل درينك مع بعض. هيدا الكيس الجوس بوكس، حنحط فيه هيدا الشيء، عصير. هيدا الجوس، ريحة كتير مش بشبه ريحة الكلوروكس بالحمام. هنحط مي. هيدا اللاين، اوكي بنسكره منيح. يو شيك اند ذن يو درينك. طلع من الحديقة. اوكي، خلينا نجرب كم مرة. مش باد، نوت باد. شوفوا البطاط، كرانشي سيريال. حطوا اوكي هيدا السيريال، خلينا نشمه من جوا مثل هيك. فيكم تاكلوه، خلينا نشوف اول شيء. طيب بس دراي. نجرب نحط مي، ما تكون سرفايفل تاكل اي شيء. حبيت الكلر، مش كتير طيبه. بقطع باكلها بس اي ولنت هلا اكفي منها. ثقيله علي، قربوا البطاط. في سناكس، حبيت. حاسه في فلفل، هيدا الشيء رائع، هيدا احلى شيء للطاقه. سناكس، بروتين بار. هلا هيدا عمره 200 سنه، بيست بيفور تو بس 9 جون 2022، انه منتهي له سنتين. هيدا ويفر، طلع ويفر، ما شكله مش ابيتايزنج، قاسي، محشي كويس من جوا، شوي دراي. الحشوة بتحس ما فيها زبدة أو مرة بالأخير، مرار بالأخير بتعلق. كله بروتين. أوكي، حبيت أبدا، 0 على 10. شوكولات بينات، هاي الكت مصممة لتعيش الإنسان بس يوم. هيدي شوكولات بينات بس. تركيز الفستق عالي، بس طيبة. بحس إنه هاي تحط شوية بينات باتر، بتجيب شوية جام،
بتحس بيطلع شيء طيب. هاي واو كأنك عم تاكل قلب كيك من الجوز. هلا نسكافيه، انا ما عبالي نسكافيه، نحن اخترنا الجوز. عندنا المين ديزرت اي ثينك هيدا باينابل. منيحة نوت باد. بنتقل على سناكس لبة تبعت عباد الشمس. واو 20/10. نشوف هيدا بيتا تشيبس. It's pizza bite. فيني احكي انه قديم بس. Best Buy January 16, 2024. Already هو مرقت مدته. بس للسرفايفنج بيتاكا. Almonds. لو شوفوا البطاط وين صاروا. عم بشموا في ريحة أشياء طيبة هون. Oh God. أنا كتير بحب الالمونز. Not bad. كريمر هيدا مبيض. Raisins. زبيب. Best Before 7/12/2000 24 الستات وسالي مفعولة جرانولا. كيف بتفتفتي فيها فتات كمان بسكت. حس طعمة شعر البنات، غزل البنات فيها. هيدي صراحة بتاخذ 10/10. January 2024 خلصت بس طيبة. أجيكم هاي. في شغلتين فيكم تعملوهم لهيدا المنديل، فيكم تستعملوه تغسلوا ايديكم تمسحوا ايديكم، فيكم تستعملوه تعملوا نار. كان في الماتشز، هول الماتشز بتولعوها فيها فبتكبر، وفيكم تستعملوها لتمسحوا ايديكم. مثل هيك تاخدوها تحول الى منشفة تنظفون اظافركم وايديكم بها بعد تناول وجبتكم الشهية من السرفايفل كيت. اكتبوا لي انتوا في التعليقات امتى صار معكم موقف غريب واضطريتوا تستعملوا شي سرفايفل. شو كان اكتر شي مفضل لكم انا دقته اليوم؟ معكم كانت سانشاين.